يعاني العالم اليوم من نقص الغذاء، وليس أمامه إلا زيادة ودعم مصادر المواد البروتينية، وهذا يعني بالدرجة الأولى اللحوم التي تشكل مصدراً رئيسياً للبروتين. وفي مجال الإنتاج الحيواني والسمكي، فقد حقق هو الآخر نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية. اللحوم: زاد إجمالي إنتاج اللحوم من نحو 47 ألف طن عام 1970 من الميلاد ليصل إلى نحو 702 ألف طن عام 2000 من الميلاد، بمعدل نمو سنوي خلال هذه الفترة بلغ 9.1%. بيض المائدة: قفز إنتاج المملكة من بيض المائدة من نحو 5000 طن عام 1970 من الميلاد ليصل إلى نحو 129 ألف طن عام 2000 من الميلاد، محققا معدل نمو سنوي بلغ 11.7%. الحليب الطازج: تضاعف إنتاج الحليب الطازج في المملكة بنحو يقارب 6 مرات، من 172 ألف طن عام 1970 إلى أكثر من 1,000,000 طن عام 2000 من الميلاد، بمعدل نمو سنوي خلال هذه الفترة تجاوز 5%. سياسة الأمن الغذائي تتضمن نشاطات متشابكة، فالفائض من النبات الذي لا يستفاد منه في غذاء الإنسان سيستهلكه الحيوان الذي سيشكل بدوره لاحقاً غذاء أساسياً للبشر. النهوض بالثروة الحيوانية مهمة شاقة، ولكنها ضرورية لضمان مضاعفة الأعداد الموجودة حالياً من الحيوانات المختلفة، وكذلك الارتفاع في مستوى الإنتاج الحيواني من لحوم وألبان وبيض. تحسين الأنواع المختلفة من الثروة الحيوانية يتطلب عملية التحسين لعناصر عديدة، منها على سبيل المثال تحسين التغذية. وتحسين التغذية يتأتى من تحسين الكفاءة في التحويل الغذائي للحيوان للاستفادة من الغذاء المعطى للحيوان لتحويله إلى أفضل منتج ممكن، مثل اللحم أو البيض أو اللبن، وكذلك الاهتمام بإنتاج العلف بالصورة الصحيحة والتي تعطي الإنتاج والنوعية الجيدة للعلف. وكذلك من العوامل المؤدية إلى تحسين الإنتاج ورفع الإنتاج عملية تحسين الصفات الوراثية. تحسين الصفات الوراثية يتأتى من استخدام التحسين الوراثي للحيوان، فعلى سبيل المثال التحسين الوراثي للأبقار يتم بطريقة استخدام التلقيح الإصطناعي للثيران المؤصلة والمحسنة، أو استخدام التقنية الحديثة في نقل الأجنة في الأبقار. في الدواجن، عملية تحسين الصفات الوراثية تتم باختيار السلالات المحسنة وراثياً والتي تعطي إنتاجاً عالياً في ظروف تشابه ظروف المملكة. وأخذت وزارة الزراعة والمياه تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض هذه الصناعات، ولم تكتفي بذلك بل قدمت إعانات للأعلاف المركزة لكل من الدواجن والحيوانات الأخرى بنسبة 50% من سعر التكلفة، وتشمل فول الصويا والذرة وبذور القطن والسمسم وغيرها. وقد منحت الدولة هذه الإعانات لتشجيع زيادة الثروة الحيوانية ومشتقاتها للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ونتيجة لذلك فقد تزايدت مشاريع الأعلاف المركزة عاماً بعد عام
نظراً لازدياد مشاريع الدواجن والأبقار. وتشتمل الإعانات التي تقدمها وزارة الزراعة والمياه على إعانات معدات وآلات تربية الدواجن مثل المشارب والمعالف الأوتوماتيكية والمفرخات والفقاسات بما فيها المعدات الكهربائية المتصلة بها ومعدات خلط الأعلاف والأقفاص الأوتوماتيكية بكل مستلزماتها ومعدات الذبح والسلخ والتجهيز والتبريد ومعدات نقل وتنظيف البيض وكراتين التعبئة للكتاكيت وأكياس تعبئة الأعلاف وأقفاص نقل الدجاج. وقد ساعدت هذه الإعانة على زيادة أعداد الدواجن ومنتجاتها والألبان ومشتقاتها بحيث وصلت المملكة إلى حد الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة. ورغم أهمية توفير الغذاء على اختلاف أصنافه وأشكاله، فإن حفظ الفائض منه لا يقل أهمية أو ضرورة. وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن تصنيع الغذاء، تعليبه، تجميده وتبريده، أو حفظه في مستودعات مناسبة لتأمين مخزون رئيسي من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين. حفظ المواد الغذائية يوفر لنا طبعاً أصنافاً كثيرة يمكن الحصول عليها في أي وقت، ففروج اللحم يتم إنتاجه وطرحه في الأسواق على شكل لحوم مبردة أو مجمدة أو على شكل فروج طازج يذبح في بعض المحلات. وفي سبيل تحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، فقد قدمت حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين المستثمرين قروضاً ميسرة لتشجيع إقامة الصناعات الغذائية. وكان أول هذه المشاريع التي وافق البنك الزراعي السعودي على تمويلها مشروع الدجاج اللاحم عام 85 من الميلاد. وبعد ذلك زادت هذه المشاريع الزراعية عاماً بعد آخر، خصوصاً بعد أن تم مد فترة سداد القروض لمدة 10 سنوات، وذلك لإعطاء صاحب المشروع فرصة ووقتا كافيين لاسترداد قيمة القرض. وبطبيعة الحال فقد نتج عن هذه الرعاية والدعم والتشجيع الكبير من حكومة المملكة العربية السعودية أن قام بها صناعات غذائية كثيرة، أهمها صناعة الألبان ومنتجاتها، وتقع معظم المصانع المتخصصة في إنتاج الألبان ومنتجاتها في المنطقة الغربية والوسطى من المملكة. ومن الخصائص التي تميز هذه المصانع أنها غالباً ما تكون ملحقة بمزارع وتربية الأبقار، ولذلك فإن استعمال الحليب الطازج حل محل الحليب الجاف بشكل عام. وتعمل الدولة على تشجيع صناعة الألبان بوسائل مختلفة مثل تشجيع إقامة مزارع الأبقار وتقديم إعانات، وتتحمل الدولة نسبة من قيمة الأجهزة والآلات الخاصة بتصنيع الحليب. ولكن هل ما سبق هو المصدر الوحيد للبروتين في هذه المنطقة؟ ألسنا نعيش على ضفاف الماء شرقاً وغرباً؟ ماذا إذن عن مصدر غذائي حيوي لأناس يعيشون قرب البحر؟ ماذا عن الثروة السمكية؟ تدل مؤشرات الإحصاء السمكي أن قطاع الصيد المحلي يعتبر من أهم القطاعات العاملة في مجال الأمن الغذائي في البلاد، ويعتبر كذلك المصدر الرئيسي لسد الاحتياجات المحلية من هذا الغذاء الهام. الأسماك ثروة طبيعية تتطلب الاهتمام بها والتفهم لأساليب تنميتها للاستفادة منها إلى أقصى حد، وهذا يتم بدعم الأساطيل المحلية وإمدادها بوسائل حفظ الأسماك الحديثة، وكذلك العمل على حصر الثروة السمكية في المياه الإقليمية لمعرفة المخزون الرئيسي من الأسماك والعمل على تنميته.
إن صناعة صيد الأسماك أو مهنة صيد الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص من المهن الرئيسية، حيث يعتمد إنسان المنطقة على استهلاك الأسماك بصورة رئيسية، حيث يصل تقريباً إلى 90% من الوجبات الرئيسية. ولتحسين صيد الأسماك هناك عدة إجراءات اتخذتها هذه الدول، من بينها إنشاء موانئ لصيانة معدات الصيد، وكذلك إدخال الميكنة إلى هذه المهنة، وكذلك هناك عدة قرارات منها عدم صيد الأسماك الصغيرة وتحديد أحجام هذه الأسماك، بحيث تعطى فرصة لهذه الأسماك الصغيرة أن تعيش. وهناك أيضا مواسم حظر للصيد، وخاصة المخازن المستهلكة مثل الربيان، وكذلك حماية لمناطق معينة دائمة طوال العام، وهي المناطق التي يعتقد أنها مناطق جيدة وخصبة لرعاية وحضن صغار الأسماك والربيان. كما تم وضع بعض الضوابط بالنسبة لتصميم وسائل الصيد وفتحات الشباك المستخدمة للحد من الصيد الجائر وللمحافظة قدر المستطاع على صفات الأسماك. وهناك عدة صناعات قامت في المملكة على هذه المهنة، منها صناعة التعليب وبعض الصناعات التقليدية مثل التجفيف والتمليح، بحيث أن هذه الأسماك يستخدم بعضها كأسمدة للزراعة وكذلك كعلف للحيوانات. لقد استطاعت المملكة العربية السعودية أن تضع سياسات وأساليب فعالة لتطوير الصناعات الغذائية في المملكة، وأسهمت بدورها في تنويع القاعدة الإنتاجية وأعطت فرصاً استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال التسهيلات الائتمانية والقروض والإعانات التي تمنحها الدولة للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيع الصناعات الغذائية المنتجة محلياً لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. بل لقد استطاعت وبكل فخر أن تقوم بتصدير الفائض من الإنتاج الغذائي السعودي إلى الخارج، إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، بحيث أضاف طاقة استيعابية للاقتصاد الوطني السعودي والخليجي وتنويع المنتجات المحلية والقاعدة الاقتصادية بشكل عام. وفي مجال إسهام المملكة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، فإن المملكة العربية السعودية وإيماناً منها بأهمية التعاون والتضامن بين أعضاء المجتمع الدولي لمصلحة الإنسانية، فقد دأبت على تقديم العون الإنساني للدول النامية لتمكينها من توفير الغذاء والكساء لشعوبها ومساعدتها في تجاوز الظروف الطارئة من جراء الزلازل والكوارث والأزمات التي تتعرض لها، حتى احتلت في بعض السنوات المرتبة الأولى من بين دول العالم
من حيث نسبة ما تقدمه من عون إنمائي إلى إجمالي الناتج الوطني، كما احتلت المركز الثاني بعد الولايات المتحدة على مدى سنوات سابقة من حيث حجم الدعم المادي المقدم. بلغ إجمالي مساعدات المملكة العربية السعودية للدول النامية خلال الفترة من 1973 إلى 2000 من الميلاد نحو 75 مليارا و500 مليون دولار أمريكي، شملت مساعدات غير مستردة وقروضا إنمائية ميسرة مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، استفادت منها 73 دولة نامية في مختلف القارات. يعتبر الصندوق السعودي للتنمية القناة الرئيسية للمساعدات السعودية الإنمائية للدول النامية، حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمها البنك منذ عام 1975 إلى عام 2000 من الميلاد حوالي 7026 مليون دولار أمريكي لتمويل 370 مشروعا في 65 دولة نامية، كان نصيب القطاع الزراعي منها أكثر من 1200 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم مشاريع زراعية متنوعة شملت مشاريع الري وإصلاح التربة وحفر الآبار وزراعة بعض المناطق وإنتاج وتصنيع بعض المحاصيل الحيوية وإقامة السدود الزراعية وصيد الأسماك. ونظرا لما تعانيه دول الساحل الإفريقي من مشاكل نقص المياه، فقد خصصت المملكة العربية السعودية مبلغ 180 مليون دولار لتنفيذ برنامج خاص لتزويد أرياف دول الساحل الإفريقي بالمياه مع تقديم مساعدات غذائية عاجلة. وقد استفادت من هذا البرنامج دول الرأس الأخضر غينيا بيساو، غامبيا، مالي، موريتانيا، النيجر، السنغال، بوركينا فاسو وتشاد. وقد كان لهذا البرنامج الأثر الملموس في مساعدة أهالي القرى المستفيدة من هذا البرنامج، كما سبق تنفيذ برنامج آخر مشابه في دولة الصومال بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، تم من خلاله حفر 41 بئرا مجهزة بكامل معداتها وشبكات توزيع المياه، وجرى تسليمه رسميا في عام 1987 من الميلاد. ومن المجالات الرئيسية لمساعدات المملكة جهدها في ميدان الإغاثة للتخفيف من آثار الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والزلازل وتدفق اللاجئين وغيرها. وقد بلغ إجمالي ما قدمته المملكة على المستوى الرسمي حتى عام 2000 من الميلاد أكثر من 4198 مليون دولار أمريكي، كما بلغت المساعدات الشعبية في هذا المجال أكثر من 2158 مليون دولار أمريكي.
وفي مجال دعم المملكة العربية السعودية لبرنامج الغذاء العالمي، فإن حكومة المملكة تقوم سنوياً بتوزيع 21,000 طن من التمور الجيدة على المحتاجين في الداخل والخارج، وقد خصص منها لبرنامج الغذاء العالمي 4,000 طن من التمور سنوياً تقدر قيمتها بحوالي 3,800,000 دولار أمريكي، كما تتحمل تكاليف شحن هذه الكمية إلى الدول المستفيدة، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ 250,000 دولار أمريكي يصرف للبرنامج سنوياً للمساعدة في عملية التوزيع داخل البلاد المستفيدة. والجدير بالذكر أن مساعدات المملكة النقدية والعينية للبرنامج حتى نهاية عام 2000 من الميلاد بلغت حوالي 405 ملايين دولار أمريكي. وفي مجال تخفيف الديون عن الدول النامية، فقد بادرت المملكة إلى الاستجابة لدعوة مؤتمر القمة الإسلامية السادس المنعقد في داكار عام 92 من الميلاد لتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، حيث ألغت المملكة الديون الرسمية المستحقة لها على 11 دولة والبالغة 6 مليارات دولار. كما تشارك المملكة في اجتماعات صندوق النقد الدولي الخاصة بمبادرة تخفيف الديون لدعم مواقف الدول النامية لتأهيلها للاستفادة من المبادرة، كما تساهم المملكة في صندوق ائتمان مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة، وبلغ إجمالي هذه المساهمة حوالي 119,800,000 دولار تقريبا. وفي مجال العون المتعدد الأطراف، تساهم المملكة في دعم المؤسسات والمنظمات الإنمائية الدولية والبرامج المتخصصة، ومنها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية الزراعية الفاو وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية. وفي مجال توظيف العمالة الأجنبية، فإنه يعمل في المملكة ما يزيد على 6 ملايين من العمالة الأجنبية من مختلف دول العالم، وهو ما يشكل حوالي 30% من إجمالي عدد السكان في المملكة. ساهمت السياسة الحكيمة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية لتنمية القطاع الزراعي في تحقيق التوازن الاجتماعي ورفع المستوى المعيشي للسكان، حيث تشير بيانات الموازنات الغذائية إلى ارتفاع وتحسن نوعية نمط الغذاء، حيث بلغ نصيب الفرد اليومي من الطاقة 2904 سعرا حراريا. كما ساهمت هذه السياسة الرائعة أيضا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للمملكة ولشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.